السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد. وصفتنا لليوم غتكون عبارة على مرتديلا بالدجاج منزلية ناجحة 100%، تستحق التجربة. صراحة كتجي جديدة أحسن من برا أو لما اللي كنشريوها جاهزة بمئة مرة، لأن كنعرفو اش كناكلو، الحاجات يعني نقية ومنزلية. هانتوما كتشوفوا القوام كتجي جديدة بزاف وسهلة التحضير، فلما لا نوجدوها لوليداتنا أو لنا للفطور أو للميريندا. ان شاء الله كنتمنى تنال استحسانكم واعجابكم. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كما كتلاحظوا هنايا، غنحتاج 300 غرام من صدر الدجاج اللي كنغسلو طبعا وكنقطعو مكعبات صغيره على هذا الشكل. هذا انا تعمدت نكتب شويه المقادير بالاسباني لان بزاف الناس كيطلبوها لي. غنحتاج 3 حبات من البيض، نصف كاس من زيت الزيتون. اذا كانت عندكم زيت الزيتون قويه فخلطوها بزيت نباتيه، واذا كانت عندكم زيت زيتون كتكون شويه ناقصه ماشي بزاف خليوها هيداك. غنحتاج 4 المعالق من السميد الرقيق او السميده الرقيقه اللي كنعملوا بها الحرشه، الملح حسب الذوق يعني كل واحد والذوق ديالو، معلقه صغيره او نص معلقه. الزيتون كيبقى اختياري، اذا بغيتو تعملوا شويه ما بغيتوش كيبقى اختياري. 3 لاباش كيريس او الجبن المثلث. غنحتاج هنايا بيريخيل او البقدونس الناشف، المعدنوس الناشف تقريبا معلقه صغيره، التوم بودره حتى هو حرشه نص معلقه تقريبا. غنحتاج هنا الكيمون او الكمون، كومينو موليدو تقريبا نص معلقه، وشويه ديال الابزار اي الفلفل الاسود تقريبا نص ملعقه او ربع ملعقه. شويه ديال الحار اللي كيبقى اختياري، اذا كتعجبكم مرتديلا حاره فيمكنكم تعملوا الحار، ما كتعجبكمش فيمكنكم تستغنيوا عليه. فهذو هما المكونات اللي غنحتاج. اول حاجه غنعمل هنايا الدجاج في واحد الاناء اللي غنطحن فيه كل شيء. غنضيف هنايا الملح، السميده، زيت الزيتون، الجبن المثلثات، ثم 3 حبات البيض. صراحة المرتديلا من عشاقها، كنت كنعملها شحال هذه قبل ما نعمل القناه ديالي، ما عمري يعني صورتها، فقلت لي ما لا نصورها دابا، عندي غير الصور القديمه في انستغرام وفي الفيسبوك. كنتمنى تتابعوني على الصفحه ديالي في الفيسبوك اسمها مطبخ اكرام العالمي، وانستغرام اسمها اطباق اكرام. كنتمنى ان شاء الله تلتحقوا بيا على هاد الصفحات ديالي، فبدوري كنعمل فيهم فيديوهات وصور ومقادير مكتوبه ومضبوطه. فكما كتلاحظوا غنعمل المكونات كامله اللي ذكرت، شويه المعدنوس ناشف، توم بودره، التوابل كامله اللي ذكرت قبل. فالعمليه جد سهله، وغنضيف هنا شويه الابزار. ودابا نعمل معكم ان شاء الله مرتديلا ديال اللحم ومرتديلا عاديه بدون لحم ولا دجاج، حتى هي كتجي هائله. فانا ملي بديت كنعمل هاد المرتديلا ما بقيتش كنشريها من الزنقه تماما الصراحه. ملي شفت باش كيعملوها ما تخليت على الشراء ديالها من برا. فدابا غنقوم بطحن جميع المكونات كما كتلاحظوا، يعني بالخلاط الكهربائي. كنبداو نطحنو حتى كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا، يعني حاولوا ما امكن طحنوها مزيان باش كطحنوا داك اللحم الدجاج باش ما كيبقى لنا شي يعني طريفات صغار في وسط المرتديلا. صافي من بعد ما انتهيت من طحن جميع المكونات نجوزوا المرحله المتبقيه. فهنايا الزيتون كما خصكم اختياري، بامكانكم تعملوها في وسط الخليط وتخلطوا كلشي مجمع مع بعضيته، اولا حتى كتعملوا الخليط في البابيل سلفوريزي عاد كتبقاو تسدسوهم من داخل كما باش كيجيو مرطبين وكيجي الزيتون من داخل باين. كنخلط كلشي. دابا غنشبر بابيل فيلم او ورق الفيلم، ضروري خص يكون عندنا هذا الورق هذا باش هو اللي كيحافظ على العجينه ولا الخليط ما كيدخلوش وما كيتسربلوش الماء من داخل اثناء الطهي هذا المرتديلا هادي او الكاشير. فهنا غنعمل جوج فوق بعضهم غنضوبلهم كما قلت لكم. مرتديلا ولا اسهل، كتوجدنا بسرعه وكتخرجنا كميه لا باس بها،
وبامكانكم تحتفظوا بها حتى 3 ايام 4 ايام في الثلاجه، ما كيوقع لها حتى حاجه لانها ما فيها حتى شي مواد حافظه عليها، ما كتجلسناش بزاف في الثلاجه، يعني 3 ايام 4 ايام فقط. غنعمل هنا غير نصف كميه كما لاحظتوا، وغنحاول نلف على شكل بونبون او على شكل الكراميل الحلوى، يعني الطهي ديالها ساهل. ويا شفتوا ديك الحبيبات الزيتون كيطلعوا فوق، حاولوا ما امكن تضغطوا عليهم وتدخلوهم من الداخل، فنطويها ولا بهذا الشكل هذا سهله. وغنبقى نحربل في هذا الحربول حتى كنزول منه ديك الهواء، باش ملي كطيبنا المرطاديله ملي كنقطعوها ما كنجبروش فيها داك الفقاعات بحال اللي خاويين من الداخل، حتى اذا بقاو ماشي مشكل، اهم كامل على المذاق ماشي على الشكل. فغنربط واحد الجانب مزيان، ضروري ربطوها مزيان باش ما كيتسربناش الهواء ليلا او لا الماء. كما كتلاحظوا كنحاول ما امكن نزير شويه يدي ونعطيها الفورمه ديال المرطاديله كما كنشريوها على شكل بونبون او لا كراميل، وكنربط مزيان الربطه الثانيه. وهذا هو الشكل ديالها. ودابا غنعاود اللفه في الورق الالومنيوم، ضروري هذه العمليه هذه، ثم تبعوا الخطوات وغتنجحوا فيها ان شاء الله. وطبعا كنهضر على المبتدئات، اما اللي تبارك الله كيعملها دائما فلا داعي للشرح. صافي كنزير مزيان بهذا الشكل هذا، وغنعملها مباشره على طنجره البخار. كاين الناس اللي كيطيبوها في الماء، يعني كيعملوا الطنجره فيها الماء كيغلي وكيعملوها في وسط الماء، فانا كنطيبها في البخار كتجي لذيذه ولكن الاختيار. فغنعمل هذه وغنزيد الوحدة اخرى ثانيه، غنخليها فوق النار من ساعه الا ربع حتى ساعه، يعني لا اقل ولا اكثر. كنعملوا ساعه الا ربع او لا ساعه قل 10 دقائق وكنطفيو عليها. فهانتوما كتلاحظوا دابا الماء كيغلي وهما كيتبخروا، غنخليوهم المده اللي قلتكم عليها ونتلاقاو. من بعد ما جازت ساعه الا ربع تقريبا او لا زيد واحد 5 دقائق، كنزول البابي الومنيو كنخليها تبرد تماما في درجه حراره الغرفه. من بعد كندخلها الثلاجه تقريبا واحد 3 ساعات وكتكون عندنا بارده وجاهزه. فمن بعد ما بردات المرطاديله تماما، دابا غنقوم بالتقطيع ديالها قدامكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كتبقى من داخل. فهي كطيب وكتقصح الراسه، لان ديك السميده كتجعل تقصح الراسه وكتجيب النكهه رائعه، النكهه ديال الثوم والكيمون والدجاج هائله جدا. هانتوما كتلاحظوا كيف كنقطع معاكم، كتقطع بسهوله، وعارفين المرطاديله كتدخلنا في العديد العديد من الوصفات، وكتجي لذيذه مع الخبيزه في الفطور ولا في الميريندا. الصراحه كنتمنى ان شاء الله تنتوما تجربوها وتنال عجبكم وتردوا عليا الخبر. فهذا هو الشكل النهائي، فانا صورتكم غير واحده، فهي خرجت لي جوج الحبات من المرطاديله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، ونعملكم ان شاء الله اللحم وبدون لحم. ودمتم اوفياء دائما الى القناه، ما تنسوا اشتراك بالضغط على الزر الاحمر باش يصلكم دائما جديد من مطبخ اكرام العالمي. وشكرا على تعليقاتكم الجميله، الى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.